هؤلاء الفتيان. أتمنى تحية. إذن نشكر المواقع الإلكترونية التي لاحماسهم جدا في هذا الملعب. سيداتي وسادتي نترككم مع هذا البرعم الصغير ونترككم مع في كلمة حجر. إذن سيداتي هي التي تدور بين فريقين رياضيين في كرة القدم. تشاهدون فريق رياضي لجمعية إيه سينان الفتية التي تكونت قبل 3 أشهر فقط والتي تمسك بملعب السوسيو تربوي. تحية لكل الفاعلين الرياضيين والثقافيين والغيورين على المنطقة والذين لا يتخذون جهدا من أجل إلفاء روح التنافس الرياضي لمنطقة الشباب. العاب خطيرة رياضية يقوم بها عاليا رجاء أحد الأصدقاء هل يتمكن من الكرة؟ ماذا سيفعل هو؟ والحكم
الحكم لم يقل شيء، الحكم لم يقل شيء. في اخر المطاف يكون عند احد اللاعبين فرحان. ويجب ان يكون هناك مباراه رقم 9 وحاول ان يراوغ خطا. نتمنى ان شاء الله من الكلمين على القطاع تكبير الشعب المحلي ان يتزود هذا الملعب بمصابيح على الاقل فهذا ما يفوتون في الخيبان في اليوم اكشف بطفل في سابق الجبل في سابق مع الاسف مع الاسف مع الاسف نتمنى في الغيرين والتفاتات